هي عتيرة إن المحاضرة جديدة بعنوان البرنامج الديمقراطي بين تلميع الواجهة وصناعة المحتوى الاجتماعي. نبدأ بقولة حول الديمقراطية، يعني الديمقراطية بحاجة إلى الدعم، وأفضل دعم لها لا يمكن أن يأتيها إلا من الفاعلين الديمقراطيين. لن نبدأ يعني العنصر الأول، مفهوم الديمقراطية. ما هي الديمقراطية؟ كيف تعرف؟ ما هي أسسها؟ ولماذا يعتبر المدافعون عنها نظاما سياسيا محفوفا بالمخاطر؟ يعني تعاني من الهشاشة قابلة للتلف في أي لحظة. ما الذي يجعل الديمقراطية عندنا متعثرة وغير مالكة لوجودها يعني القانوني والمؤسساتي؟ من الناحية اللغوية، يشير مصطلح الديمقراطية إلى نوع من النظام السياسي الذي يكون فيه الناس هم من يمسكون بزمام السلطة، يعني الناس هم ديموس، السلطة كراتوس، يعني من يمسك بالكراتوس هم ديموس. ومع ذلك فإن أصل الكلمة هذا يتوافق بالتأكيد مع الديمقراطية يعني التمثيلية ثم الديمقراطية التشاركية، وهي نادرة جدا ودائما على نطاق محدود على المستوى يعني البلديات مثلا، ولكن ليس مع ما تفهمه عادة الديمقراطية يعني الديمقراطية التمثيلية، أي لنقول نوع من النظام السياسي يكون فيه الناس هم من يحدد ومن يمسك، من يحدد السياسات ويصدر القرارات، ومن يمسك بزمام السلطة أو من يمتلكها. ولكن من خلال الاكتفاء بهذا التعريف كحد أدنى، يمكن للمرء إذن أن يصل إلى انحرافات حقيقية، وعلى وجه الخصوص تسمية الأنظمة الديمقراطية التي ليس لها حتى مظهر واحد من المشاركة والتمثيل. لأن الديمقراطية الحقيقية بما في ذلك الديمقراطية التمثيلية تتطلب أكثر بكثير من الاقتراع العام والانتخابات. على وجه الخصوص يمكننا أن نشير إلى التعددية السياسية أو التعددية الحزبية، والتي تمنع الناخبين من الاضطرار إلى الاختيار بين مرشح واحد فقط، وبالتالي يعني تمنع مسألة الديمقراطية السورية والشكلية. وكذلك إمكانية حقيقية للجميع دون تمييز للترشح في الانتخابات وفي الحصول على المناصب العليا في الدولة. بعد ذلك ترتكز الديمقراطية على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مما يجنب تركيز السلطة في أيدي قليلة. على سبيل المثال، يمكن المبالغة في التأكيد على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في حالة من غير المحتمل أن يكون ممثل هاتين السلطتين محل اهتمام القضاة لأسباب تدينها العدالة، من جهة أنظمة لمنع التناوب السياسي، أنظمة سياسية لمنع التناوب السياسي، سواء كانت هذه الأنظمة قانونية تعيين الأشخاص موثوق بهم في مناصب رئيسية أو محسوبية مختلفة، كما أنها تحد من انتشار الفساد والاحتكار والتمركز والإقصاء بصفة عامة. علاوة على ذلك، تحتكم الديمقراطية إلى ضوابط وتوازنات عديدة متنوعة وتمثيلية في مستوى النقابات والجمعيات المختلفة ووسائل الإعلام المستقلة، لها الحق في التعبير عن نفسها بحرية، والتي يجب أن يمنع عملها الحكام من الاستسلام لإغراء خطير لحل مشاكل الأغلبية بإيذاء أقلية حتى مع الموافقة الصريحة من هذه الأغلبية. مهما كانت هذه السياسة قد تبدو ديمقراطية إلا أنها ظالمة وتمس بحقوق الآخرين. لكن هذه الضوابط وهذه التوازنات لا ينبغي أن تكون صادرة من جماعة الضغط، يعني أي أعداء المصلحة العامة والخير العمومي المصلحة المشتركة، وهي ليست دائما بعيدة عنها، يعني لا تحقق مصلحة الأغلبية، هي فقط تخدم في مصلحة يعني فئوية، مصلحة ضيقة وذاتية وشخصية. زيد على ذلك أن الضمانات الأخرى هي بالطبع ممكنة بل ومرغوبة، حيث جذور التاريخ
وخاصة في الفترة الحديثة، أنه حتى لو تم استيفاء جميع هذه الشروط إلى حد ما، يمكن أن يصاحب ما يسمى بالنظام الديمقراطي مواقف قد تبدو غير ديمقراطية على وجه التحديد، مثل وجود شكوك قوية حول نزاهة كبار السياسيين، شكوك يستحيل تأكيدها أو تفنيدها نفيها من خلال حقيقة ما يسمى بالقوانين الديمقراطية. وعلى هذا النحو يبدو إذن أن أهم هذه الضمانات تكمن من الناحية النظرية على الأقل فيما يشكل شرعية الديمقراطية ذاتها. فكرة أن الناس، أو بشكل أدق غالبية الشعب الذين يتحدثون أثناء الانتخابات، والتي في بعض البلدان وفي بعض الانتخابات قد تتوافق مع الحد الأدنى من المواطنين. أولا، يعرف دائما مكان المصلحة الشعب، مصلحة الشعب، وبالتالي يعرف لمن يجب أن يصوت حتى يتم أخذ هذه المصلحة في الاعتبار. ثانيا، يصوت دائما في اتجاه المصلحة المثلى دائما كشعب. ومع ذلك، فيما يتعلق بالنقطة الأولى، هنا العديد من الحالات التي تظهر أن الناس أو الشعب يمكن أن يكون مخطئ بشأن أولئك الذين يجب أن يتولوا مسؤولية لتحقيق مصالحهم، كما يتضح من جميع خيبات الأمل التي يدعو الناخبين أنفسهم أنهم ضحايا لها. فيما يتعلق بالنقطة الثانية، لا يزال هناك عدد أكبر من الحالات التي لا يصوت فيها الناخبون. لم يعد بإمكان المرء أن يقول أن الشعب ما يريد، الذين لم يعد لديهم وحدة لمصلحة الشعب ولكن لصالح الشعب، أن الشعور بمصالحهم الشخصية أو ما يعتقدون أنها كذلك. على وجه الخصوص، تعتبر الانتخابات المحلية فرصة لمناشدة هذه المصالح الخاصة أكثر من المصلحة العامة، في تحدي صارخ للديمقراطية. نحن نطلق على الغوغائية جميع الوسائل التي يمكن من خلال المرشحين في الانتخابات أن يحرفوا معنى الديمقراطية، أي تحديد المصلحة العامة وإيثار المصلحة الخاصة، وأولئك الذين سيكونون مسؤولين عن إرضاء إشباعها وإرضاء لها. في الحالة الأولى، يعاني الناخبون من الغوغائية، خاصة عندما لم يتم الوفاء بالوعود التي قطعوها على أنفسهم معهم. في الحالة الثانية، يتم قبول الغوغائية بشكل أو بآخر من قبل هؤلاء الناخبين، على سبيل المثال عندما يعني يلعب المرشحون على الوتر الحساس على مستوى مخاوف أو تخيلات الشعب والناس ومطالبهم، عندما لا يهاجمون صراحة الأقلية سواء على مستوى أقلية مهنية أو أقلية عرقية أو أقلية لغوية أو أقلية مذهبية دينية. لذلك يجب أن نسأل أنفسنا، ما إذا كانت هذه الفكرة التي هي أساس أي ديمقراطية، فكرة أن الناس يتمتعون بالوضوح الكافي ويتمتعون بالقياسة الكافية حتى لا ينحرفوا بنظامهم الديمقراطي طوعا أو كرها، وحتى لا يزيفوا أو لا ي... يعني يشوهوا الديمقراطية بأصواتهم وباختياراتهم اللا ديمقراطية، والتي لا تحقق سوى مصالحهم الخاصة وليست المصلحة العامة المشتركة. إذا كانت هذه الفكرة بالتالي هي شيء آخر غير الوهم وغير الهراء والزيف، فهل تقوم الديمقراطية على الوحدة أم على التعدد؟ ننطلق من للإجابة على هذا السؤال من مدونة لهيجل في مقدمة فيمينولوجيا الروح. يخبرنا هيجل بأن الحق هو الكل، هذه الجملة الوهلة الأولى ملغزة وغامضة، ومع ذلك فهي تدل على موقف وجودي ورئيسي انخفض في جميع الثقافات عبر تاريخ الفلسفة تسرب إليها. هذا الموقف يسمى بالوحدانية أو الأحدية في السياسة وفي دولة القانون. في حالة هيجل، أن التحرير الحقيقي يعني أن يعني الكل، وأن الاختلاف بين الموجودات كائنات الكون والذات التي تتمثلها قد تم إلغائها حتى لا يصنع شيئا أكثر من طبيعة مشتركة والتي يسميها هيجل الروح. وهذا من خلال تاريخ طويل من المعالجة التاريخية والسياسية. هذه الأحادية بالذات هي موقف فلسفي خاص بهيجل، ولكن الأحادية تراجعت في يعني في الآونة الأخيرة، وخاصة في الإصدارات التي تتجدد دائما. على سبيل المثال، موقف شراح هيجل وتلاميذه أولهم كارل ماركس، أو بعد قبل ذلك بكثير يعني ربما النزعة العلموية
العديد من الفلسفات وجهات نظر الأخرى، ولكن ما الذي يوحد كل هذه الآراء التي تبدو متنوعة إلى الغاية؟ تشترك جميع الفلسفات في الأحادية في هذا الأمر الذي يجعلها تعتبر أن كل ما هو وجود مكون من مبدأ واحد، يعني الفضاء السياسي مكون من المركز، يعني مبدأ واحد. ويمكن أن يكون هذا المبدأ في قاعدة، هو قاعد كل الوجود السياسي، على سبيل المثال الجوهر أو القيادة أو، وهذه كلها أشكال من يعني الجوهرانية، ولكن يمكن أن تكون أيضا يعني السلطة الحاكمة، أو حتى يعني في النظرة اللاهوتية الله. تعني وحدة المبدأ هذه أن كل شيء موجود في الكون هو نتيجة لهذا المبدأ الواحد. على سبيل المثال في الهيجلية، التاريخ هو العملية التي من خلالها يدرك الروح الكون على أنه من نفس الطبيعة، كما هو الحال في حدس ما يسمى بالمعرفة المطلقة. في أحادية العالم، الإنسان كائن مادي نتيجة لعمليات فيزيائية معقدة. الفكر والمفاهيم يتم اختزالها في التبادل الكيميائي من خلال بين الإنسان والعالم، تماما مثل ما هو إلا مجموعة من الذرات ذات بنية موحدة. كذلك العلاقة بين الإنسان والعالم يعني تبدو في مستوى الأحادية، حينما يكون المجتمع وجود موحد بين الكون والإنسان الذي يسكنه ويمثله لنفسه، وتحصل عنه نتائج فلسفية مهمة. النتيجة الأولى هي أن الفلسفة الأحادية هي دائما حتمية جبرية صارمة، يعني في الواقع تتناقض مع الحرية. في الواقع إذا كان هناك استمرارية للطبيعة بين الكون والإنسان، فإن الاثنين يخضعان لنفس القوانين، قوانين الكون التي لا استثناءات لها، والتي تخضع لها كل الأشياء، لأن قوانين الكون هي تعبير عن مبدأ مادي وروحي من حيث هو أساس كل شيء. يعني ربما النتيجة الثانية هي الوضوح التام للكون. إذا كان كل شيء من نفس الطبيعة، فهذه الطبيعة مفهومة. في الواقع الوضوح قدرة بشرية، وفي الوحدانية الإنسان له نفس طبيعة الكون، وبالتالي في أن الكون نفسه مفهوم تماما، في العقلانية والكون وجهان بالفعل لشيء واحد. هذا ما يقوله هيجل في كتابه الشهير التأسيسي مبادئ فلسفة الحق: كل ما هو واقعي عقلاني، وكل ما هو عقلاني واقعي. والعقلانية تتمظهر في مستوى اللغة العقلانية في كل الأحاديات، يعني حتى في اللاهوتيات السياسية هي اللغة المميزة للوصول إلى الكون. أما النتيجة الثالثة، والتي هي بالنسبة للعديد من الناس العاديين في الفلسفة الأكثر صعوبة على مستوى القبول والتمثل، تكمن في المكانة الممنوحة للإنسان من طرف الفلسفة الوحدانية أو الوحدانية السياسية. لكن الإنسان من نفس طبيعة الكون، فهو بطريقة ما يعني ذرة في هذا الكون، يعني هباء لا معنى لوجوده. بعيدا عن كونه مركز الكون، فإن الإنسان عبارة عن فتات، يعني وديعات سخيفة. يذوب الإنسان في المادة من أجل يعني المادية، وفي الدولة من أجل الوحدانية. هنا يعني وجود الإنسان في ظل هذه الظروف التي سببتها الوحدانية أو الأحادية السياسية لا لزوم له، وربما يكون عرضي ويعني طفولي. المهم هو حياة الكل. وبالتالي في أن كل أحادية هي معاداة للإنسانية، وهذه اللا إنسانية تتجلى في الحتمية وفي الجبرية الصارمة. يعني ربما الإنسان قد اختزل إلى ظاهرة فيزيائية كيميائية تستبعد كل خصوصية فيما يتعلق يعني في مستوى حريته وكرامته. ومع ذلك فإن هذه النتائج الثلاث للأحادية والواحدية، يعني خاصة في مستوى الحتمية ومناهضة الإنسانية والعقلانية المطلقة، لها نتائج عملية عندما يتعلق الأمر بالتفكير في العواقب الأخلاقية والسياسية لها. ربما الأحادية لا تثمن الإنسان ولا تميز بين الكون والفرد. لذلك يجب أن تكون قوانين المدينة من نفس طبيعة قوانين الكون وخاضعة لها، وبمثل يجب على المواطن داخل المدينة الخضوع للقوانين الكون لأنها نتيجة لها. يعني لحسن الحظ لم تعد دول المعاصرة أو الحديثة في الماضي القريب انعكاسا لهذا النظام الأحدي كما كانت المدن القديمة أو الإنشاءات السياسية في العصور الوسطى. لكن الأحادية السياسية لا تزال قائمة على فكرة أن السلوك الفردي وقوانين المدينة يجب أن تخضع للقوانين والأعراف الموضوعية، يعني الموضوع بشكل شخصي وذاتي.
وقع الذي لا لبس فيه يتجاوز يعني إرادة الجميع من أجل تحقيق إرادة الفرد البسيط. تتخذ الأحادية السياسية المعاصرة شكلين أساسيين، ربما شكل الإيكولوجيا السياسية وكذلك الماركسية الشعبية. أولا، تدعي البيئة السياسية أو الإيكولوجيا السياسية، دعاة البيئة، أنها تبني السياسات على نتائج بيئية ملزمة ومثبتة من خلال البيانات والنتائج العلمية التي لا لبس فيها في موضوعياتها. وهكذا بالنسبة لبعض علماء البيئة، فإن القوانين البيئية ليست ثمرة للتداول الحر، وليست ناتجة عن خيال ذاتي، ولكنها ضرورة قصرية ناتجة عن ملاحظات موضوعية. هذه هي الطريقة التي يدعي فيها بعض دعاة حماية البيئة، المحيط والحياة وكل هؤلاء الأنصار، يعني الاقتصاد الأخضر، و يعني الفكر الفلسفي البيئي أو الإيكولوجي. باسم الموضوعية البيئية يجب أن نقصر أو نختزل البشرية في نصف مليار بدل من 8 مليارات أو أكثر. ولكن المشكلة هنا، كيف سيتم ذلك؟ عن طريق الداروينية الاجتماعية، عن طريق التحيز، ربما عن طريق الأزمات يعني البيئية أو الحروب يعني الجرثومية. ثانيا، تنوي الماركسية الشعبية أن تبني برنامج سياسي على أساس حل التناقضات الحقيقية والموضوعية للصراع الطبقي. إن الصراع الطبقي بالنسبة إلي محرك التاريخ، ويولد بالضرورة المادية الديالكتيكية التي هي العلم التي يمكن من خلال حل التناقضات الخاصة للرأسمالية، مما يؤدي بالضرورة إلى ديكتاتورية البروليتاريا والمجتمع اللاطبقي. هنا نأتي إلى أن تلازم أو ترابط بين الوحدانية السياسية والحتمية التاريخية. في كلتا الحالتين نرى أن طبيعة الأشياء تعني أن سياسة المدينة ليست اختيارا متعمدا، ولكنها مفروضة بالضرورة إما بيئيا أو تاريخيا. بعض الملاحظات التي تدعي الموضوعية العلمية، في الواقع أن النظرية السياسية القائمة على الوحدانية هي دائما وأبدا نظرية شمولية توتاليتارية أو كلانية، لأن المواطن في الوحدة في الوحدانية السياسية يخضع دائما للواقع كوني وموضوعي ليستفيد من حريته كثيرا. إذا لم تكن كل الأنظمة الشمولية بالضرورة أحادية، فإننا نستنتج من هذه الاعتبارات أن كل الأحادية السياسية هي بالضرورة أنظمة شمولية. ومع ذلك، فإن الأحادية أو الوحدانية ليست لها عواقب أخلاقية حميدة، بالعكس عواقب ضارة داخل المدينة، سواء كانت يعني مدينة ربما تتمتع بالحرية أو مدينة مغلقة، إما مدينة مفتوحة ليبرالية أو مدينة ديكتاتورية مغلقة. لا توجد إرادة حرة للمواطن. إذا كان هذا الأخير نتيجة لنظام الكون الذي يتصرف فيه يعني بشكل فردي، هنا ربما يتحدث الأمر عند في جمهورة أفلاطون، في خاصة عن نظرية كونية تنكر حرية الإنسان. وبالمثل ربما جغرافي على المستوى الجغرافي والمستوى النفسي والمستوى الاجتماعي خاضع لحتمية اقتصادية. إذا لم تكن هذه النظريات أحادية بالضرورة، فإنها تعمل كنظريات أحادية، لأنها تنكر الإرادة الحرة للإنسان وتختزله إلى يعني كائن بسيط دون مضمون. فربما هذه النظريات الكونية القدر تريد بوعي أن تكون عقلانية وخالية من الإمكانيات الاختيار، وخالية من الاختيار. إن الأحادية هي سيف ذو حدين. إذا تصرفت بشكل جيد فإما أن تتواصل مع الكون، ولكن إذا تصرفت بشكل سيء فإن الكون كله يدينك ويعاقبك حتى لا تستطيع فعل أي شيء لتصحيح نفسك. إذا تحت تفترض الأحادية شفافية بين الذات وقوانين المدينة. نادرا ما تكون هذه الشفافية في الأزمنة المعاصرة الدينية بل علمية إلى حد ما، فقد حلت موضوعية العلم محل إرادة الله. ويجب على يعني الديمقراطيات في العالم أن تحذر من جعل العلم وبياناته الموضوعية برنامجاً سياسياً. إنها ليست مسألة إعادة تأسيس النسبية أو القوانين التعسفية، ولكن العلم يريد أن يكون موضوعياً وينكر حرية الإنسان، يكرس الحتمية الجبرية الصارمة ليحل بدل الحرية يحل يعني يفرض يعني منطقه بالإكراه. لذلك ينكر تنوع الآراء التي هي أساس الديمقراطية. فكيف نجعل من النضال الديمقراطي المركزي ثقل في البرنامج السياسي الذي يجدر تنزيله في زمن الموجات الثورية المتعاقبة؟ نبدأ بمعنى الديمقراطية وشروط إمكان استمرارها.
اخترعت ربما نعود إلى العصور القديمة لكي نستلهم أو نعيد بناء معنى الديمقراطية وليس مفهومها فقط. اخترعت العصور القديمة الأثينية المصطلح والمفهوم مترابط للمواطنة في شكل اجتماعي قائم على العبودية، بحيث يكون الرجال فقط وليس النساء أحرار، أي أن غير العبيد مواطنين. من ناحية أخرى تم تصور المثالية الديمقراطية الحديثة من خلال معارضة فكرة أن السلطة تأتي من الله، ما تقوله ملكية الحق الإلهي، ولكن أيضا فكرة أنه قائم على النسب وهو ما يؤمن به النبلاء. يمكن تحديد أن فكرة اشتراط المصدر الذي تأتي منه السلطة السياسية من الشعب تتعارض مع عدد من المعتقدات وعدد من الممارسات القرويستية. على سبيل المثال الاقتناع بأن السلطة تستمد ترعيتها من تفوق القوى، الحق في الغزو، السلطة الغاشمة أو سلطة الأغنياء والتي من شأنها أن تمنحها جميع الحقوق، أن أصل الكلمة من الشعب، ديموس الجمهور وكراتوس السلطة أو السيادة، سيادة الشعب. إذن سيادة الشعب نظام سياسي يقوم على مبدأ أن السيادة ملك لجميع المواطنين، إما بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات أو بشكل غير مباشر من خلال ممثليه المنتخبين، وبالتالي الديمقراطية التمثيلية. يجب إجراء الانتخابات بالاقتراع العام على أساس منتظم ومتكرر. تفترض الديمقراطية وجود مجموعة من الخيارات والمقترحات، وتتجسد بشكل عام في الأحزاب والقادة الذين يتمتعون بحرية معارضة وانتقاد الحكومة أو الجهات الفاعلة الأخرى في النظام السياسي. لذلك فإن الديمقراطية لا توجد إلا إذا كان هناك تنظيم دستوري للمنافسة السلمية من أجل ممارسة السلطة، كما يقول ريمو أرون، وهو علم اجتماع فرنسي وربما فيلسوف ومؤرخ. تتطلب الديمقراطية أيضا، يعني هنا ريمو أرون نستذكر هذا التعريف، الديمقراطية لا توجد إلا إذا كان هناك تنظيم دستوري للمنافسة السلمية من أجل ممارسة السلطة. يعني إذا انتفت هذه الممارسة فإن الديمقراطية تنتفي، منافسة سلمية من أجل ممارسة السلطة. تتطلب الديمقراطية أيضا الاعتراف بالحريات الكبيرة العظيمة، حرية تكوين الجمعيات، حرية التعبير، حرية الصحافة. من ناحية القانونية الديمقراطية جزء من سيادة القانون. ثقافيا يتطلب قبول التنوع، الديمقراطية حق الاختلاف وقبول التنوع والتعدد. كما تتعارض الديمقراطية مع الاستبداد والأرستقراطية والملكية والديكتاتورية وجميع أشكال السلطة، جميع أشكال الانفراد بالسلطة، حيث يتم استبعاد الأغلبية من عملية صنع القرار، خاصة الأنظمة الاستبدادية والشمولية. كما يستخدم المصطلح أحيانا بطريقة مسيئة أو مضلة لإخفاء الديكتاتورية، وتجدر الإشارة إلى أن المصطلح اليوناني ديموس يتوافق مع المجموعة البسيطة المواطنين الأفراد. قد ميز القدماء عن المصطلح الأول مرتبط بالحشد أو كتلة دون تنظيم، دون وعي، كتلة هلامية دون وعي واضح. في الحالة الثانية مجموعة منظمة من المواطنين، منظمة من المواطنين. نادرا ما يستخدم مصطلح الديمقراطية قبل القرن الثامن عشر بالمعنى الثاني. لم ينتشر الاستخدام الحالي للمصطلح إلا بعد ثورتين، يعني ربما أمريكي وفرنسي، ثورتين تحررية أو ليبرالية. ومع ذلك هل يكفي للديمقراطية أن يكون صوت الشعب مقدسا؟ أن تستخدم المثل الروماني صوت الشعب صوت الله؟ يظهر التاريخ أن ربما الانقلابيين يتمتعون بشعبية بعد مصادرة السلطة لإرساء الاستبداد أو الديكتاتورية. كان هذا هو الحال مع نابليون الثالث الذي أسس نظام الاستبداد للإمبراطورية الثانية بعد الانقلاب الذي قام به عام 1851 في فرنسا، يعني بعد الثورة الفرنسية. تجدر الإشارة أيضا إلى أنه إذا كان بالفعل صوت الشعب هو المصدر الشرعي الوحيد للسلطة السياسية في الديمقراطية، هذا الصوت لا يملي أي شيء في الأمور الاقتصادية والمالية وربما حتى الثقافية والحقوقية. المفهوم الحديث للوجود المدني الديمقراطي كما تم تطويره في القرنين السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر يفترض استقلالية السياسي فيما يتعلق بجميع سجلات الوجود العام الأخرى، وعلى وجه الخصوص ليس فقط تلك المتعلقة بالممارسات يعني السياسية والسلطات الدينية، ولكن أيضا في المجال الاقتصادي.
لذلك ينبغي التأكيد على أن الاقتصاد الذي تحكمه المنافسة الحرة دون مكابح لا يرتبط بطبيعته بالديمقراطية بأي حال من الأحوال. هكذا تحتفظ الملاحظة التي أدلى بها روسو في الكتاب الأول من العقد الاجتماعي بأهميتها براهينيتها هنا. إذ يقول روسو في هذا السياق: في الواقع تكون القوانين المفيدة دائما لمن لديهم شيئا، وتؤذي أولئك الذين لا يملكون شيئا، ومن ثم فإن الحالة الاجتماعية مفيدة للرجال فقط طالما أنهم جميعا لديهم شيء ما، وليس لدي أي منهم أي شيء أكثر من اللازم. في شرح مفصل لمبادئ، يعني ربما شرح مفصل لمبادئ أي مجتمع ديمقراطي، يرفض روسو بطبيعة الحال يرفض في ملاحظة ما يتعلق بمسألة الثروة، ويقتنع بالتشديد على أنه من المناسب للمواطنة ألا يكون هناك أحد فقير لدرجة القلق فقط بشأن بقائها، ولا غني لدرجة الرغبة في شراء الآخرين. يجب أن نصر على الاستقلالية السياسية أنها تعني أن السلطة العامة هي التي تنظم الشؤون المشتركة للدين وكنائسها المختلفة، كما هو الحال مع الحكم الثيوقراطي، ولا الاقتصاد والمال كما هو الحال مع الأوليغارشية. لذلك نرى أهمية البدء كما هو بعدم ترك مستوى التعريفات والمبادئ، لأننا لا نستطيع الحكم على الحقائق التاريخية الماضية والحالية دون تصورات واضحة. ربما جون جاك روسو بلا شك هو الأول، إذ رأى بوضوح أن سلطة الشعب يجب أن تعني ليس فقط أن الشعب وحده هو المصدر الشرعي للسلطة، ولكن علاوة على ذلك يجب أن يسمح له وحده بممارسة هذه السلطة. ويؤكد أنه إذا كان ربما هنا روسو يؤكد أنه إذا كان قد اقتصر على التأكيد على أن السيادة كانت أصلا في الشعب، فلن يقول شيئا أكثر من هوبز، توماس هوبز الفيلسوف الإنجليزي السياسي الإنجليزي، يعني كاتب الكتاب الشهير ليفيتون، المدافع عن النظام الملكي المطلق الذي يرى أن الملكية مثل الأرستقراطية تستمد أصلها من سلطة الشعب التي تنقل حقها أي السيادة إلى شخص واحد. على عكس من ذلك فإن ما يمثله هو حقبة كما كتب ربما روسو، وهو الطابع التأكيد على الطابع غير قابل للتصرف للسيادة الشعبية إذا لم يكن هناك حاكم آخر غير الشعب. فيجب على الأخير ممارسة السيادة بنفسه. إذن يمكن أن أرى بوضوح سلسلة الصعوبات التي سببتها الديمقراطية كسلطة الشعب، يعني هذه الفكرة الديمقراطية كسلطة الشعب نفسها بنفسها سببت العديد من المشاكل، في حاجة دوما إلى كسلطة للشعب من قبل الشعب. كيف نسمع صوت الشعب؟ كيف يمكن للشعب ممارسة السلطة؟ من هو الشعب أولا؟ من هو هذا الشعب الذي سيمارس السلطة بنفسه؟ هل هو الحشود أم هو حشود الهلمية، أم هو كتلة هلمية، أم هو مجموعة من المواطنين المنظمين بشكل جيد؟ وما هو أساس هذا التنظيم؟ تتمثل إذن الديمقراطية في ممارسة الشعب للسلطة بشكل مباشر أو غير مباشر. يتضمن هذا التنظيم السياسي حالة اجتماعية تتميز بحقيقة أن الجميع متساوين أمام القانون، وأن الجميع لهم نفس الحقوق وتمتعون بنفس الوظائف، متاحة الوظائف للجميع. يجب أن يدعى المواطنون إلى الحياة الفكرية والأخلاقية، وأكثر فأكثر في وضع يسمح لهم بممارسة جزء من السلطة عن طريق يعني بطريقة فعالة ومعقولة، وينسب إلى الدولة الديمقراطية. ويجب إقامة الأعمال الإرشادية والتعليمية وأعمال التضامن. إن النظام الديمقراطي لديه حق الاقتراع العام كأداة له، وشكل الجمهوري كإطار أكثر ملائم له بشكل خاص. إذن من الذي سيعلن إعجابه وتفضيله لنظام شمولي بعد الآن؟ حتى الحركات الدينية تدعو إلى الديمقراطية للحصول على ربما الجنسية في البلدان أو في الأنظمة التي تحميها. حتى الأحزاب الفاشية والشعبوية تعتقد أنها الحق الكامل في التمتع بالحريات الديمقراطية في التنظيم والتعبير عن نفسها علنا، على الرغم من أنها هي تمثل أعداء الديمقراطية ويمكن أن تتنصل منها وتتخلى عنها.
ربما يقول معظمهم انه في الديمقراطيه لا ينبغي شيطنه احد، ولكن على العكس من ذلك يجب ان يكون كل شخص قادر على التصرف والتحدث بحريه. اذا لم نعد نعارض الحكم المطلق الديمقراطي او الاستبدادي، ننتقل من الملوكيه الى الديمقراطيه من ناحيه اخرى، فان الديكتاتوريه وديكتاتور سيعودان الى اللغه المشتركه، بينما تتراجع الشموليه عند نجاح هذا المصطلح باعتباره المتنقل الوحيد لكلمة الديمقراطية طوال الحرب الباردة بكثير من ربما عبرت عنه الفيلسوفة السياسية حانا آرنت. تفرض سلسلة مزدوجة من الشروط، من ناحية يجب أن تجد الإرادة الشعبية تعبيرا عنها، الأمر الذي يتطلب تنظيم الاستشارات بالاقتراع لذلك يبدو الحق في التصويت كحق سياسي رئيسي لتحديد مكانة المواطن. لكن من ناحية أخرى لا يمكن أن تكون هناك إرادة شعبية إذا كان المجتمع يفتقر إلى كل من المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام المحايدة. في الجهل كما نعلم سيقع بسهولة فريسة للتعصب الأعمى الذي يجعله غير قادر على الحكم على الصالح العام بشكل صحيح. وإذا حلت الدعاية محل المعلومات من خلال تظاهر بوضوح بأنها كذلك، فكيف يمكن للجماهير الشعبية أن تتجنب التملق للطاغية من خلال الإعجاب بالزعيم السلطة الكاريزماتية التي يمثلها الزعيم؟ طبعا هذا الزعيم أو الكاريزم لا يشكل شعبا سياسيا، حتى لو تمت استشارة هذا الشعب وتم منحه يعني الإشادة والإعجاب التام عن طريق ربما استفتاء. إما أن يقرر الناس بأنفسهم مباشرة في ديمقراطية مباشرة أو يفوضوا سلطتهم في ديمقراطية تمثيلية. لم تتوقف النقاشات أبدا بين مؤيدي الديمقراطية المباشرة وأنصار الديمقراطية التمثيلية. الديمقراطية المباشرة أو هي التي يقرر المواطنون المجتمعون بأنفسهم بشكل مباشر فيما يتعلق بالصالح العام. لا يجب عندئذ استدعائهم بانتظام فحسب، بل يجب أيضا استدعائهم دون توقف نظرا للطبيعة غير المتوقعة للظروف الديمقراطية الظروف التي يوجدون فيها. أما الديمقراطية التمثيلية فإن المواطنين يقررون ولكن بشكل غير مباشر من خلال ممثليهم، وهو أمر يمكن تصوره لمستويات متعددة من الوجود الاجتماعي. إن التمثيل يؤسس الشعب كشعب سياسي، ويؤسس كل من الممثل يعني المندوب أو النائب. على سبيل المثال يعني الحاكم هو دائما من ينطق باسم الشعب، وهكذا من خلال التمثيل أو العملية التمثيلية يظهر كل من الممثل إلى الوجود، ومع ذلك يرفض رسوخ هذا النوع من المصطنع ويرى في تفويض السلطة أمر يمكن أن يؤدي إلى إلغائها. على عكس من ذلك حسب رأيي في صفة كل فرد أن يكون في نفس الوقت سياديا أو أي مشرعا وخاضعا أي مطيعا للقوانين. يعني ليس الحرية الميتافيزيقية بأي أحوال من هي الحرية المدنية والسياسية، بل ربما روسو يدعو إلى نوع من الحرية القانونية، طاعة القانون التي يمنحه المرء بنفسه هي تحقق الحرية. في الديمقراطية المباشرة ربما نجد نفس الذات السيدة والمطيعة، أو يعني في الديمقراطية النيابية يفوض صاحب السيادة لممثلي السلطة التشريعية المنوط بمجلس النواب نواب الشعب، ويبدو أن مناشدة المواطنين المجتمعين هي أفضل طريقة لتجنب الاستيلاء على قرارات الشعب. ومع ذلك فإن هذا المظهر يتناقض إذا كان المرء للحظة في ظاهرة اجتماعية والتي تحدث حتى في مجتمعات صغيرة عندما ربما تقل فيه المنافسات والحيل، وتظهر قادة بشكل عام أكثر ربما بروزا، أولئك الذين يتحدثون بصوت عالي ويعرفون كيف يجذبون الناس عن طريق الرأي. ربما أفلاطون له رأي في تحديد كل من الديمقراطية والديمقراطية المباشرة، فقد كان أكثر ربما وضوح في هذا الأمر، ورأى أن يعني أقل استحواذ الفلاسفة أقل استحواذ على عواطف الناس وآراء الآخرين، وأكثر ميلا إلى يعني فرض الذات عن طريق الأفكار وعن طريق البرهنة والحجاج. على الرغم من أنه إذا كان الجميع كذلك
جميع أن تكون السلطة الشرعية. لم يعد هناك صواب أو خطأ في مستوى منح هذه الشرعية للحاكم. ربما كانت لذلك كانت أثينا التي أصبحت فريسة الديمغوجين عن طريق الديمقراطية انتهت إلى التلاشي وغرقت في الطغيان، وبالتالي ستبقى الديمقراطية التمثيلية هي ربما حبل النجاة، أو يعني أكثر يعني الأخطاء المفيدة. رأى الروسو في هذا الخطر الكبير المتمثل في أن ممثلي الشعب يخلطون بين مصلحتهم الخاصة والمصلحة العامة المشتركة، أو أنهم يطيعون مصالح مجموعات معينة، لوبيات بلغتنا. ومع ذلك يمكن تقليل هذا الخطر بشكل كبير إذا تم انتخاب ممثلي الشعب لفترات قصيرة، وخاصة إذا تم وضع مؤسسات للتحكم في قراراتهم وأفعالهم، مع سلطة التقييد واضحة في حالة الخيانة أو الاختلاس. الخطر الرئيسي الآخر هو أن ممثلي الشعب يصبحون محترفين في السياسة، وهو ما يمكن فهمه بمعنيين مختلفين للغاية، لأن التسويق الإعلاني يتطلب خبرة خاصة على مستوى الدعاية السياسية، ومهارة بطريقة مختلفة تماما عن فن السياسة لالتقاط مشاعر ومعتقدات لا تحتاج إلى شعب بل إلى جمهور، ليس مجموعة من المواطنين ولكن مستهلكين للصور وللآراء. لذلك من الضروري معرفة كيفية إثارة التخيلات المغلفة ضمنيا بعناصر اللغة والشعارات، ومن ناحية أخرى إذا أفسحت تقنية التقاط المشاعر المجال للعلوم السياسية، فإن إدارة الشؤون العامة لم تعد مجازفة بأن تكون ديمقراطية، بل بالمعنى الدقيق للكلمة أرستقراطية كحكومة من أكثر الحكومات علما. ويعني ومع ذلك فإن اعتناق العقيدة الديمقراطية يسير في اتجاه معاكس تماما، فهو يمنح الجميع القدرة على الحكم على المصلحة العامة بشكل صحيح، احترام المصلحة العامة ومراعاتها بشكل صحيح وأمين ومطابق، والتي يتم التعبير عنها من خلال المساواة في الأصوات، سواء كان هذه الأصوات مرتبطة بالغنى أو الفقر، بالقوة أو بالشهرة أو كانت مجهولة. فإن بطاقة الاقتراع هي التي تحدد تحسب، هي مثل مجموعة من الأصوات و هي التي تحدد، وبالتالي ربما تفصل في الأمر، يعني توازن بين السلطات وحسن اختيار الممثلين، وتبتعد عن ما هو عن الخبراء وعن الهواة في السياسة، لأنه لا يوجد خبير في السياسة. هذا هو السبب الذي يجعل الناخبين في الديمقراطية مؤهلين بالضرورة للوصول إلى المناصب السياسية، هو مفتوح للمواطنين. ومع ذلك يبقى الناس ويبقى الشعب، والشعب يمارس بنفسه هذه السياسة، سياسة نفسه بنفسه، ويقول إنه من الضروري التساؤل عما يقصده الشعب، كيف يصبح السكان شعبا سياسيا. ولكن نوعان، من ناحية أولى سؤال عن معرفة ما هو أساس التماسك الذي بدونه لا يمكن أن تكون أن تكون وحدة الشعب كهيئة سياسية ممكن، والإجابة ستكون من خلال تأسيس المجتمع السياسي. الناحية الثانية من خلال مسألة أغراض الوجود المدني، الذي يسأل المجتمع لماذا، ما هو الشعب السياسي. السكان ليسوا شعبا سياسيا، هذا التمييز هو الذي يفهمه هوبس على سبيل المثال عندما يراعي نفسه في الفكر مع حالة الطبيعة، والتي يجب حسب رأيه أن تصور على أنها حالة ربما أولى، نقطة انطلاق وحالة حرب الكل ضد الكل. وبالمثل عندما يتصور الوصول المجتمعات الأولى على أنها تجمعات عشوائية بسيطة خالية من جميع يعني الرهانات والحقوق، فإنه ينوي الإشارة إلى أن تجاور الأفراد في منطقة ما لا يجعل هؤلاء الناس متجاورين شعبا. نحن نتحدث عن الناس وعن الشعب من خلال الجسم السياسي أو الجسم المدني، الإشارة إلى أن فكرة السياسية تغلب فكرة الوحدة من خلال التعددية عن طريق بروز المصلحة العامة أو الإرادة العامة. الواقع تسمح يعني هذه مجموعة الأفراد بأن يعيشوا في مجموعات معينة مع مصالح متعينة، ولكن لا يوجد تماسك اجتماعي إلا إذا كانت هذه المجموعات والمصالح الخاصة لا تتعارض مع المصلحة العامة، مع الإرادة العامة. وبالتالي فإن العلاقة بين المصلحة العامة والتماسك تكون بالضرورة دائرية،
العكس من ذلك نفهم كيف أنه إذا كانت النزاعات بين مجموعة معينة التي هي أجزاء من المجتمع هي السائدة فقط، فإن الوجود الاجتماعي يصبح مجزأ إلى درجة أنه يمكن أن يدمر نفسه بنفسه، يدمر أي منظور عام وأي مصلحة مشتركة، ليكون هناك سوى فصائل متنافسة على السلطة، وبالتالي لا يوجد شعب سياسي، ولكن ما يسميه سبينوزا العزلة أو الصحراء لأغراض ذاتية. يكفي أن نفهم ما هو أساس هذا الاحتمال. كشعب يصر على تعايش الحريات، تعايش وليس القيود المتبادلة، ومع ذلك فإن الحريات الطبيعية للأفراد لا تتعايش إلا عندما تتحول إلى حريات مدنية، أي إلى حقوق فردية يكفي لها حكم القانون، وترتبط طبيعة الجسم المدني بمسألة أخرى وهي غاية الوجود في المجتمع في ضوء أي وجود اجتماعي. يحقق الإنسان ذاته ويتم يعني يتم تدبير إنسانيته. يمكن اختزال وجهة نظر يعني هذا في العمل في تاريخ الفكر السياسي إلى مسارين رئيسيين، إما أن تكون الاحتياجات الحيوية التي تتطلب ضرورة تكوين المجتمع لأنها تتطلب التعاون الإرادي أو غير الإرادي من جميع أنواع المهام لتطوير التقنيات المطلوبة لإنتاج وصيانة وتوزيع البضائع والخيرات، وهو ربما ما أكد عليه ربما منذ أفلاطون في كتابه الجمهورية. لذلك فإن الغرض من المجتمعات هو الأمن أو ما يسمى الرفاهية. الوجود المشترك في هذه الحالة ليس غاية، إنه وسيلة لضمان البقاء، كما ترتبط هذه النظرية السياسية بفرضيتين آخريتين. من ناحية تعد البشرية نوعا ماديا تتميز احتياجاتها الخاصة بكونها قابلة للتمدد إلى أجل غير مسمى، منها الملكية التي سيتبع الافتراض الثاني الذي يدعي أن البشر سيكونون بالضرورة فريسة لرغبات الممتلكات والمتعة والسلطة مثل المنافسات، ويدخلون في حالة حرب الكل ضد الكل، ولا التي لا يمكن كبحها إلا من خلال الهيمنة القوية، السلطة المطلقة، الهيمنة الحديدية. عندما نرى أن الأنثروبولوجيا المهيمنة مرتبطة بآراء سياسية سلطوية، فإن المسار الذي يمكن تسميته بالعقلانية فقط هو الذي يتوافق مع المثل الأعلى الديمقراطي. ربما يرى كل فكر عقلاني أن في الإنسانية ليس فقط بالطبع الوجود المادي لنوع الحي، ولكن أيضا وجود يسمى أخلاقيا، كل ما يمس مسألة معنى وقيمة الوجود الذي يقود المرء ينتمي إلى الإنسان الأخلاقي. يعرف في المستوى الثاني كانت إيمانويل كانت فيلسوف الأنوار الإنسانية على أنها نوع أخلاقي من خلال القدرة على تخصيص غايات أخرى غير الطبيعية والتي تتكون بدورها في السعي لإشباع الحاجات والرغبات. هذه القدرة تحدد بدقة حرية الإنسان. بالتالي يرى كانت كيف أنه من الضروري الإيمان في الحرية من أجل تصور الديمقراطية والدفاع عنها. إذا كان الأمر يؤمن فقط بالاحتياجات والرغبات فإن الاستبداد المستنير سيكون كافيا بشكل كبير، ولكن أيضا للأسف الاستبداد دون عبارات. لذلك الذي يتبنى المبدأ القديم للأباطر الرومان الخبز والدواء، خبز و بهذا يفترض أن يسكت الجمهور، يسكت الشعب، لأن الديمقراطية تقوم على الإيمان بالحرية، لأنها تؤسس الحريات وتضمنها وتحميها، فإنها تظهر وفقا لمفارقة تشرشل على أنها أسوأ الديمقراطية أن أسوأ نظام غذائي، رغم أنه لا يوجد أفضل منها. الاتصال أكثر من الانهيار في الديمقراطية بالنسبة لتوكفيل. لا يمكن ولا ينبغي إعاقة المسير أو المسيرة نحو الديمقراطية، وإلا فإنها تخاطر بالتسبب في اشتباكات عنيفة بين أفراد المجتمع، وهو بالأحرى تعبير عن انفصال بين تطور قيم المساواة من جهة والنظام السياسي الذي لم يتطور في هذا الاتجاه من جهة أخرى، كما يعبر عن ذلك دي توكفيل. يظهر دي توكفيل أن ظهور الديمقراطية لا يشكل قطيعة من النظام القديم، وهكذا استمرت بعض المؤسسات المركزية مثل محكمة المقاطعة بعد سقوط النظام الملكي. من المفروض أن تتم عملية معادلة الشروط التاريخية لضمان استمرارية الديمقراطية وتفادي عودة الاستبداد، ومع ذلك لا يحلل ديتوكفيل الديمقراطية على أنها تجديد بسيط للنظام القانوني والسياسي، حيث تكون المساواة بين المواطنين شكلية فقط، إذ تنبع الديمقراطية السياسية مباشرة من تطور لا يمكن إصلاحه للمجتمع بأسره وبقيمه. إنها عملية تاريخية يسميها ديتوكفيل تكافؤ الشروط،
إذ يرى أن دوكفيل يجعلها ديمقراطية سمة مميزة للمجتمعات المتطورة، يمكننا الاحتفاظ بثلاث أبعاد لمعادلة الشروط: حقوق متساوية، هذه الحقوق مقتضاها يخضع جميع المواطنين لنفس القواعد القانونية. ثانيا، تكافؤ الفرص، المواقف الاجتماعية مفتوحة للجميع حسب الجدارة بغض النظر عن الأصل الاجتماعي. ثالثا، المساواة في الاعتبار، يمثل كل مواطن نفسه على أنه مساوي للآخر حتى لو اختلف وضع الاقتصادي عن والاجتماعي عن غيره. إذا فالأمر يتعلق بحالة ذهنية، إنها القيمة الأساسية للمجتمعات الديمقراطية. ختاما، هناك علاقة جدلية بين تكافؤ الظروف والديمقراطية. بقدر ما يكون صعود الشعور بالمساواة هو ركيزة الديمقراطية، وهذا بدوره يعمل على البحث عن المساواة الاجتماعية أكبر بين أعضائه. في النهاية، السؤال الذي يمكن أن نخلص به: فمتى نرى الديمقراطية صلبة العود وضامنة للأساس الوجودي لاستمرارها عندنا؟ إذن شكرا جزيلا على حسن المتابعة، أتمنى أن تكون الإفادة قد حصلت. إلى اللقاء في محاضرة مقبلة إن شاء الله.